أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الواعدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودول شرق آسيا في ظل ما تحظى به من اهتمام متبادل نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من المجالات. ولدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد ألان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، نوه سموه بعلاقات البلدين الصديقين المتطورة وأهمية تعزيز مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مشيرا سموه إلى ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستسهم في توثيق علاقات التعاون المشترك بينهما وتفتح آفاقا جديدة على كافة الأصعدة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الفلبيني عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما لقيه من حفاوة استقبال، معربا عن تقديره لما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين.